call me a god. You call me a god. كثير انا اليوم المفروض اني بس العب لل ضيعت وقت صراحة ضيعت وقت الحين 46 دقيقة خلصنا نهب واحد المفروض نهبين نرجع للمقر ونعالج السفينة المفروض ان الحين تبدأ السفينة تعالج نفسها خذلان والله خذلان شفت نفسي قبل في مقطع خلص ليفل 10 فعلى بالي اني اقدر مره ثانيه اخلص ليفل 10 بكل سهوله بس الظاهر انه ما كل ليفل 10 نفس الشيء خاصه انه هذا حصن كامل متكامل يعني من كل جهه في ابراج وجدران وانا وقفت كاني مره ما يقدروا لي شفنا البائع اللي هنا اروح اشوف بائع ثاني اللي هو البائع اللي يعطيني هذا احتاج لها لا ما احتاج لها ما شفت وش اللي يشتري من عندي شفت كنا بنخسر هذا ما اريدها صراحة اصلاح تقال سريع الاسكالا في شخص يعطيني مهمة تحت في الاعماق وفي اعماق المحيط او شيء من هالقبيل خلصت واحدة اليوم بس اريد واحدة ثانية ما هو الشخص؟ Will you return with more coin? يمكن يكون لانترا يمكن في هذه الجزيرة ما متأكد أي جزيرة الشخص اللي يعطيني في الأعماق هذه أتوقع هذه لأنه كان أسمر أيوة قائد صيادي الشعب البحر نقول هو لكن ما موجود المهمة ايوه يشتريها شوف بخمسين وهذه 30 و50 جميلة جدا انه يمثل وصفة لطبق جديد الوصفات ما اريد الوصفات بس هذا اثنين لازم اني احصل عليهم البيع ياخذ هذا نشوف وش اللي نقدر نصنعه الكالفرين هذا ما نقدر نصنعه هذا بازلسك اوريدي عندنا هذا عندنا اذا المدافع عندنا للمدافع القوية يعني هذا عندي واجد منها وما اريد استخدمها وهذا الكل هنبيع مع شيرلوك ورحمة و هذا صنعت منه مونسميك او صنعت منه اتوقع اللي الحين استخدمه وش منجنيق الاحراق اللي استخدمه ليفل 3 بس اللي انا اريده استخدم هذا 2925 وانا اريد اصنع هذا فهو اضعف لكن هذا ازرق بحتاج قار الخشب اقدر اتبعها
والتوربيد اريد هذا اللي من عند رحمة، وهذا تشيلاي تو عندي اوريدي، ف المتقدمة النار البحرية ما عندي، واقدر اصنع هذا بس اريد الريشة، والريشة ما قادر القاها، فهذا حاجة احتاج لها. منجنيق ضخم، إعادة تلقيم ثانية، هذا بيكون فارق كبير، فنفس الشيء يحتاج للريشة. الأسلحة البديلة، الصاروخ أحتاج للريشة، كل شيء مرتبط بالريشة. والريشة إذا نقدر نشوف من المواد الخام الغريبة هذه، الحصون نفس الحصن اللي قبل شوية، ف لازم على الأقل أوصل لليفل 10، فلذلك شو الحاجات اللي كنت أتبعها؟ قار الخشب، منسمج وقار الخشب موجود عندي، أقدر أشتريه من هنا. نجرب هذه، كم باقي؟ ربع ساعة أقدر أخلص الباونتي اللي جنبي. ممكن نقص مستوانا، بس خلنا نشوف إذا كان مطلوب مني تعبية ولا شيء. 5 دقائق، 25 دقيقة، وهنا المساحة ممتلئة، ف اوكي نشتري الخشب القار من عند هذا ونروح نوصل. كومون ما موجود، كواهيري ام بي سيف. من اللي يبيع قار الخشب؟ او في تاجر ثاني هنا نقدر نحصله، لانه قالوا انه في هذا الماب، وللحين نشوف الضابط عسى انه هو. وي ايوه، بس عنده واحدة بيعمل اقدر. نرجع مهمة التوصيل. Come again. قال سريع سانت، اين اظن اقرب واحدة من هنا؟ ما قادر اسوي عملية التحديد، والمشكلة انه عندنا 12 دقيقة بس. لا أريد أرجع للسفينة، راحت علينا دقيقة بالغلط. نشوف مهمة التوصيل، يمدينا أظن 10 دقائق، يمدينا نوصل. أظن يمدينا نوصل. دراغون جاو قدامنا، الاسم ما غريب علي، كأنه اسم حد من ستريمرز، بس ما اتوقع انه يدخلون سيرفرات مختلطة. لبلها 11، عمرها طيبة، جالسة توصل ذهب اتوقع. خلص الدقائق اللي عندي، احتاج دقائق اكثر. أو نشوف العجلة، تعجين دجاج، نسوي الخبز، نسوي الدوريان المشوي. Fuel up. Need you lot in fighting shape. دوم ديك حصن دوليس،
ما عنده لو عنده الريشة والله راح تساعده، بس ما عنده الريشة. ليش العلامة محددة على اليسار؟ ما هي العلامة اللي أنا محددينها؟ هذيك العلامة اللي أنا محددينها، هذه العلامة اللي وصلتني الإشعار قبل شوي. anyway عندنا 10 دقائق تقريبا وصلنا، نسلم شحنتنا ونرجعها إلى مقرنا الرئيسي مباشرة. على الأقل نجمع بعض الدولارات الذهبية ويكون عندنا تقريبا كم 124 دولار ذهبي. ما نقدر نسوي عملية التطوير الحين، بس لأنه نحتاج 200 عشان نطور. بس نرجع للمقر، واحنا عندنا نرجع للمقر واحنا عندنا هذا. هل هذا يريد يهجم علي؟ نقطة زينة. دوم جي توربيدوس كابتن. أريد الجيران. حلوة الإصابة، و دوم ديك راح يساعدني. أو تبقى 7 دقائق أظن يمدينا. مرة هذه نسوي مهمة أونلاين إذا في مهمة أونلاين، وإذا ما في مهمة أونلاين أو أوفلاين، إذا ما في مهمة أوفلاين نسوي مهمة أونلاين. بس نحاول نخليهن يعني إذا كانت أونلاين بنشوف حاجة قريبة سواء حد راح فيها أو لا، مع اني ما افضل ان يكون حد فيها، بس نشوف كيف. كل ما يحتاج بريك، خذ لك حاجة من هذا الفاكهة اللي نستخدمها. وصلنا الدولارات اللي كسبناها. لازم نسيك على المخزون لانه هنا كان فوق 5 دقائق يحتاج له، فاتوقع انها امتلت. وصلنا الدولارات الاسبانية. قيد النهم دوليس. ليش يحتاج لدوليس هذا الشخص؟ ما اقدر اطور. هنا بعد 17 دقيقة وهنا بعد 22 دقيقة.
هذا ما اقدر نحبها. مهام توصيل، اقدر اسوي مهام توصيل مباشرة بعد ما اخلص هذه القادمة، لانه الحين 5 دقائق تقريبا. قبل شوي بعد 4 دقائق 5 دقائق بتكون المهمة، ومن ثم بعد ما اخلصها هن اكثر. شوف هذه 28 بس انتاجيتها، هذه انتاجياتها اكثر بكثير، بس ما عندك مقر قيادة هنا. هل عندنا مقر قيادة هنا؟ ما عندنا، الا اذا كان لما نكمل اللعبة بنفتح مقر قيادة في افريقيا، لان المهام اللي خلصناها كلها كانت هنا والحين في الهند. اقدر اشتري اللي في الهند، نفس الشيء انتاجيتها اعلى، بس تحتاج 5000، وانا لو كان عندي 5000 اريدها حل لوت، حل الاسلحة، لان الاسلحة اللي عندي ضعيفة جدا. نشوف نروح نشتري القار. اوكي زاد ليفلنا، زاد ليفلنا من مهمة التوصيل هذه الماضية، بس بعد نريد نزيد اكثر واكثر واكثر، فلازم نسيطر على اماكن اكثر. في مهام التوصيل تقدر توصل اكثر من وحدة مع بعض، خاصة لو كانت جنب بعض، بس ما اريد ادخل في ايش ضربه صواريخ، هذه اتوقع صواريخ. باقي 4 دقائق وندخل مع قريب. تفاعل، ما عندنا شيء مبايعكم، بس عندكم القار فتعرفونه، وعندنا هذه الالماس بعد. اقدر اروح اصنع المونس ميج اللي هو صاروخ او مدفعيات، ابدلها مكان الدمي، بس مش دمي الاغراق، الدمي الثاني. اي حصن اللي اغلبته؟ ما اغلبت حد، الانسان لطيف. 27 دقيقة، باقي 3 دقائق وتبدأ العملية، عملية الاستحواذ. نشوف سريع سريع سريع، نروح نصنع المدفع هذا مونس ميج، نصنع المونس ميج. عندنا كل الأجزاء وعندنا المبلغ المطلوب صناعة. هذا مونس ميج أحطه على الجانب قلب. نحطه على الجانب، عندنا دقيقتين. Told you not to trust Skurlock. He's a snake. He would strangle even his own neuter. قلت وانا جالس اصنع من كل حاجة حاجة واحدة بس، واحدة واحدة واحدة. Hey,
اوكي خلصنا الوقت.